المفروض لأهلنا نأكد لأهالي الشهداء إنه ما يخافوا أبدا على الكتائب اللي هن عرفوها. فهذه الكتائب باقية على نفس الخطى اللي استشهد عليها آلاف من رفاقنا الكتائبين الأبطال. هذه الكتائب لا خوف عليها على الإطلاق، فلن تبدل موقع من أجل كرسي، ولن تبدل خط سياسي حتى في أحلك الظروف من أجل منافع شخصية. هذه الكتائب باقية أبدا بالخط النضالي، بالخط الاستقلالي، بالخط الثورجي، دائما من أجل الحرية والسيادة والاستقلال، مهما صعبت الظروف ومهما صعبت كل الأقاويل ومهما كثروا الشتامين بحق نضالنا وتاريخنا، فنحن باقون مستمرون أبدا ودائما مع من وضع بجرأة يده بيدنا من أجل إحياء شهدائنا وتاريخنا وتقاليدنا. هذا اللبنان اللي نحن عرفناه، هذا اللبنان اللي نحن مستعدين نستشهد كل دقيقة مشانه. ولكن لبناننا أيضا يتسع الجميع، لبناننا أيضا يتحاور مع الجميع، لبناننا أيضا الذي نريد هو لبنان الحوار والانفتاح. لكن لا أحد يظن على الإطلاق أنه قادر يعصرنا أكثر من اللزوم أو يحاول كسرنا لا سمح الله. وهذا الشيء اللي بيميزنا دائما عن غيرنا، ان قادرين نطلع بام شهيد او ببي شهيد او بخي شهيد او ببنت شهيد ونقول له بركي نحن ما قدرنا ولا طلبت ان نقدم لك شيء، بس نحن قادرين نطلع بعيونك امبارح واليوم وبكره ونقول لك انه نحن ابدا لن نساوم على دم الشهيد.